الجديدة للقطاعات الحكومية والتي تم بموجبها فصل قطاع الرياضة عن وزارة الثقافة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل. قمنا اليوم بمعية مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على عملية تسليم المؤسسات الرياضية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي وقطاع الرياضة والرياضة. هذه العملية التي تمت بموجب إلحاق الرياضة بوزارة التربية الوطنية، عمدنا على أولا من خلال مديري الإقليميين التابعين لقطاع الشباب على إحصاء المؤسسات الرياضية والموارد البشرية التابعة لها، وكذلك من خلال حصر كل التجهيزات والمعدات المتواجدة بهذه المؤسسات. وقمنا من خلال محضر تسليم على إحصاء كل ما يتعلق بهذه العملية وإدراجها ضمن محضر تسليم وتسليمها للسيد مدير الأكاديمية بمعية المدراء الإقليميين. هذه العملية التي قمنا بها اليوم بالأكاديمية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبحضور المديرين الإقليميين لقطاع الشباب والمديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. العملية الحمد لله تمت على أحسن وجه. قمنا بجرد مفصل لهذه المؤسسات، وكذلك قمنا بنسخ كل الوثائق المتعلقة بعملية التسليم من خلال الصفقات أو سند الطلب وكل ما يتعلق بهذه المؤسسات وكذلك التجهيزات والأدوات المتواجدة بها. عملية التسليم نعتبر على أنه أولا فخورون بأن جهة العيون الصقر الحمراء أول جهة تقوم على الصعيد التراب الوطني بعملية التسليم تنزيلا لهذا البرنامج، وبالتالي العملية مرت في أجواء سليمة والحمد لله. المؤسسات أصبحت اليوم من خلال عملية تسليمها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.